صعبة؟ عرفنا نقرأ؟ عرفنا نطلع القرارات مرتين ولا ما عرفناش؟ تمام، ادي اول نقطة. اذا اللي تكرر مرتين بيكتبها في النص. بعد ما بكتب كده برجع اخد النسب بقى نقرا مع بعض شويه. قال لي نسبه القيمه الاسميه الاولى بالنسبه للثالثه، الاولى بالنسبه للثالثه، امشي بنفس الترتيب. هو بيكلمني مع اولى مع مين؟ اسمها هنا بعد اذنكم، اولى مع ثالثه مش كده؟ طيب الاولى بنسبه 5 الى 9، وكانت تحت الاولى 5 تحت الثالثه 9. انا اللي قلت ولا الراجل اللي قال؟ ماشي مع ترتيبه ولا مع ترتيب انا؟ مع ترتيبه. نكمل. قال لي ونسبه القيمه الاسميه للثانيه بالنسبه للثالثه، الثانيه بالنسبه لل، ركز بالترتيب، الثانيه بالنسبه للثالثه كم لكام؟ شكرا. انا بتعلم مع حضراتكم دلوقتي ان احنا ازاي نقرا ونتعامل مع الاقرار، لسه ما حلتش. فهمناها دي يا جماعه؟ دي فيها اي مشكله مع حد؟ حلوه قوي. بعديها بصوا لي هنا بعد اذنكم هنعمل حرف الان بالانجليزي اهو. ده كده 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 وضرب من الاخر للاول. اربعه رايحه للتسعه، اربعه تسعه في 36. سبعه رايحه للتسعه، يبقى سبعه في 9 في 36. سبعه رايحه للخمسه، يبقى 35. دي كان فيها سين 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 اللي هي الكمية المجهولة. سين 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 اللي هي الكمية المجهولة. فهمناها لعبناها ازاي؟ فهمناها لعبناها ازاي؟ طيب في الثمان ألف نعرف حاضر 4 في 9 في 36 بمشي مع الخط 4 في 9 في 9 في 7 وقت التحتية كل حاجة معاك. خلاص كده حضرت؟ أقولها تاني؟ طيب بعد ما خلصنا هذا الكلام نركز مع بعض كويس قوي قوي في ازاي نحل التمرين. التمرين ده ليه كذا طريقه للحل، ولكن انا هلتزم بطريقه الدكتور لان هو قال كلمه في المدرج قلقتني. انا هشتغل بطريقه النمر. طب اشمعنى طريقه النمر؟ لانه قال كده انا ممكن اسالك في قيمه النمر بكام؟ انا مضطر اشتغل بطريقه مين يا جماعه؟ هي 100 طريقه اسهل على فكره. تمام؟ طيب هبتدي العب مع قيمه ايه؟ او القيمه الاسميه بتاعت التمرين مش كده؟ واجيب المنتج بتاعت الحياه بتاعتي. انا عندي هنا في الفيديو القديمه كم رقم؟ ثلاثه. اول رقم كام؟ خمسه. خمسه. ايه؟ ثلاثه. والاربعه؟ ثلاثه. ليه مش اربعه؟ خمسه. اه غيرنا الشهر اللي كان بعد كده التاريخين. طيب والرقم اللي بعده كام؟ ستة. واللي بعديها كام؟ 8000. 8000. يبقى هنا يطلع معايا 15000، ده يطلع معايا 18000، ده يطلع معايا 64000. اجمع دول كده يا حضرات، لما جمعتهم طلعوا معايا 97000. دي مجموع حاجه اسمها النمر. وهجمع دول كمان دول كده 16000 اللي هم عباره عن ايه؟ سمات. صعبه اللعبه؟ صعبه اللعبه اللي عملتها دي في طريقه النمر. باخد القيمه الاسميه اضربها في المده بتاعتها. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هحسب الخصم. بص عشان الناس تبقى مقتنعه بس، هو مش كام يا حضرات الخصم ده يساوي القيمه الاسميه في المعدل في المده في النهار الطالب؟ مش كده؟ لسه مقيمهم شويه. طب بصوا لي هنا بعد اذنكم، مش القيمه الاسميه في المده الاثنين دول لو هضربهم مع بعض اللي هم دول يدوني حاجه اسمها ايه؟ انا ممكن اشطب على ده واشطب على ده واحط مكانه حاجه اسمها مجموع النمر. ولا غلطان؟ لا. ها؟ انا غلطان ولا بتكلم صح؟ صح. صح. بس خلي بالك النمر دي المده دي بالايام ولا بالشهور؟ بالشهور. يبقى اقول له على كام؟ بالشهور. طب لو كان بالايام؟ يبقى التمرين اللي فات بقى اللي هنرجع له هيكون بالايه؟ بالايام. يبقى اسمه على كام؟ نفس اللعبه اه بس على الفرصه. طيب بقى لنا ايه عشان القانون يخلص يا حمار؟ يبقى مفهوم الكلام ولا لسه؟ الخصم بيساوي مجموع النمر الشهريه يبقى على 12، مجموع النمر اليوميه يبقى على 365، وثابت في مين؟ في المعدل. طيب تعالى بقى نشتغل. مجموع النمر ب 97000 على ال 12. في المعدل اللي عندنا بيقول في التمرين في نهايه السطر بتاع التمرين 12 على كام؟ لما ضربت ده
ده على ده، ده على ده، في ده على ده، طلع معايا الناتج بيساوي 900 وكام؟ 900. طيب فاكرين القيمه الحاليه كنا بنجيبها ازاي؟ القيمه الحاليه كنا بنجيبها ازاي؟ القيمه الاسميه ناقص ناقص مين يا جماعه؟ طب هي القيمه الاسميه عندنا بكام؟ 16 ناقص الخصم كام؟ 970 970 اطلع الاثنين من بعض يدينا 15030 15 لغايه هنا في مشكله عند حد في التمرين ده؟ طيب جميل قوي. بص بقى معايا على الديون الجديده كده، القيمه الحاليه للديون ها القديمه خلاص كده. بصوا معايا للديون الجديده، الديون الجديده حضرتك جزء نقدي وكم كمياله؟ عايز اخلص من الجزء النقدي. الجزء النقدي ده اول ما الاقيه اطرحه من الرقم ده، يبقى انا اقول القيمه الحاليه، القيمه الحاليه بعد خصم النقدي يساوي 15 30 ناقص كام يا حضرتك؟ 4000 ناقص 4 يطلع معايا 11 و 30. يبقى ده الرقم الاخير اللي احنا وصلنا له 12 معايا 12 لا 11 30 مظبوط معايا كده؟ نعم يعني تمام زين. دي مين؟ الأولى. ودي مين؟ الثانية. ودي مين؟ الثالثة. اه مهم بقى لما اجي اعمل الديون الجديدة في طريقة النمى انقلها بالترتيب، مش الترتيب المكتوب قدامي، بالترتيب ده أولى ثم ثانية ثم لازم فجأة أقول له كده ثانيا القيمة الحالية للديون الجديدة. طيب تعالى اعمل اسم الديون الجديدة. أول قيمة بكام؟ 35 سين في واللي بعديها كام؟ 36 سين الثانية ب 36 سين واللي بعديها خدت ده الأول ده الثاني مش خدت. أنا يا جماعة لازم أنقلها لإيه؟ بعد إذنك بص هنا هو ده اللي مكتوب عندي ولا لأ؟ لا مش هو. أنا لما جيت أنقل دول نقلتهم بإيه؟ ترتيب مين؟ أولى ثانية ثالثة خلاص كده؟ واضح؟ حلو. تعالوا نشوف كل واحدة مدتها قد إيه؟ خمسة في التمرين ألف مدتهم خمس شهور، ثمان شهور، 10 شهور. أنا بعيد نفس الكلام ده ولا لأ؟ أهو ده القيمة الإسمية أهي وأدي المدة أهي. تعالى نبرر 35 في 5 ب 175 سين، 36 في 8 ب 288 سين، وآخر واحدة 630 مين يا حرام؟ سين. خلي بالكم عشان ما حدش الخط من السين ولا كانك شايفها، اتعامل بالارقام عادي جدا وبعدين في الاخر حط السين معايا؟ وبعدين في الاخر حط الايه؟ بس مش فارقه معايا السين. ده في ده اهو وجنبها سين. ده في ده اهو وجنبها السين. وهكذا. اجمع هو انت هنا زودت شهر؟ اقري تحت كده تحت خالص تحت خالص قال لك ايه؟ واستحقت الكميه الاولى بعد خمس شهور والثانيه بعد ثمان شهور والثالثه بعد 10 شهور. معايا كده؟ طيب جربنا يا جماعه وخلصنا. هعمل نفس اللعبه. الخصم اهو بيساوي جمعنا النمر دي طلعت معايا كام النمر؟ 1093 سين. وجمعنا القيمه الاسميه دي طلعت معايا 134 سين. انا بس قبل ما اخش على نكمل حل هو لغايه دلوقتي انا اختلفت على حاجه. لا لا يعني اتعمل هنا هو اللي بيعمل هنا ولا بيعمل هنا؟ خلاص كده؟ طيب تعالى يا جماعه نتكلم على الخصم. الخصم بيساوي ايه؟ مجموع النمى على 12. مجموع النمى ايه؟ 3 9 0 1 س على كام يا حضرتك؟ في لما انا بص يا جماعه عشان ما اتلخبطش هشيل السين بره واتكلم بارقام بقى ده على ده وده على ده لا طبعا عشان شهور مش ثابتة عشان بالشهور لو يلعب على 360 طيب ده على ده في ده على ده عادي جدا وادي السين بره لما حسبنا الكلام ده طلع 10 93 خلص لو هنا حد عنده مشكلة شايفين ماشي ما. التمرين ده بالراحة ازاي؟ عايزكم ليه؟ عشان اسهل لك عملية مذاكرته لما تروح كأنك بتذاكره معايا دلوقتي. طيب بعد كده بنعمل ايه يا جماعة؟ القيمة الحالية للديون الجديدة، ركز معايا الله يخليك في الحتة دي. ده أهو 3 9 علامة 0 1 س ناقص
134 بتاع القيمه الاسميه ناقص الخصم 93 علامه كام؟ 10 ايه يا جماعه؟ س. خلاص اتفقنا؟ اهو زائد ما ننساش الكام؟ 4000 جنيه اللي انا كنت عايز اخلص منها من الاول عشان ما حدش ينسى. فهمت الحته دي ولا لا؟ انا ايه اللي خلاني كان هنا اعمل عمليه طرح ال 4000؟ لان كده كده هنساوي ده بده وهودي الناحيه الثانيه هيحصل ايه لما اوديه الناحيه الثانيه؟ هيطلع مره ثانيه. فانا كنت عايز من الاول اخلص من ال 4000 دول عشان ما ننساهمش هنا. يعني انا بزود اقول له القيمه الحاليه للديون القديمه بعد خصم الجزء النقدي. ناقص الكام على طول؟ 4000 يطلع معايا الناتج 11030 هو ده رقم النقد. ليه بقى؟ لان احنا بنشوف الكلام ده في ورقه الاجابات دائما وابدا ناسين ال 4000. هنشوف بقى هنعمل ايه؟ لا مش هتحطيها، هتحطها في حاجه. لا طبعا لما طرح دول من بعض طلع معايا الناتج بيساوي 123.7% ايه يا حضرات؟ سيبه. بعد ما خلصنا الكلام ده هروح جاي قايل له كده الرقم ده بيساوي الرقم ده. ديون القيمه الحاليه ديون القديمه هتساوي مين؟ يعني 0.3011 بتساوي 7.0.3.2.1. إذا سين بتساوي السالب على مين؟ يعني 0.3.11 على 123.7 من كام؟ من 100. يطلع معايا قيمة سين ب 89.6. ركزوا معايا الله يخليكم أول في الحتة دي. أول. خلصنا. خلصنا التمرين خلاص. باقي عندي هعمل كده. الكمية الأولى بكام؟ بس بعد اذنكم انا عايز انقل مش دول انقل من هنا عشان ما نقلبش كاسين. يبقى هنا في كام وهنا في كام؟ هضرب الارقام من بعض تطلع الكمبيال الاولى تطلع الكمبيال الثانيه تطلع الكمبيال. طيب نلخص اللي احنا قلناه تاني بسرعه. نلخص اللي احنا قلناه بسرعه. هذا التمرين قبل ما نشتغل ونلخصه بنقول اللي مش مذاكر ما يعرفش عنه حاجه يذاكروا اخر حاجه ويحلوا اخر حاجه في الامتحان. يذاكروا كمان اخر حاجه ويحلوا اخر حاجه في الامتحان. ليه؟ لانه ياخد وقت منه في المذاكره، هيكون ذاكر مكانه درسين ثلاثه تانيين ويحلوا اخر حاجه في الامتحان علشان هياخد منه وقت كبير في الامتحان لو جيب المنصب. خلاص اتفقنا؟ طيب انا عملت القيمه الحاليه للدول الائتمانيه كلها بس ما ننساش ان كان في التمرين عندي كام تاريخ؟ التاريخين ده كان الفرق بينهم كام شهر؟ 10 سطر على دول وكانت من دول. ده الفكره اللي انا عملت الكلام ده يا جماعه وضربت طلع معايا النتيجه. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ حطيت ده على ده ده على ده على المستوى كله. طلع معايا النتيجه. جبت القيمه الحاليه ازاي؟ طلعت الاثنين من بعض. قلنا يا جماعه بعد ما تطلع الاثنين من بعض لو عندك قيمه نقديه لو عندك وانت ما تاخدش عندي اي ما تديش 4000. اروح جاي مين يا جماعه؟ للديون الايه؟ الجديد. ادي الديون الجديد اللي عندي بس وانا بعملهم هنقلهم حسب الايه؟ اهو خلصنا الكلام ده وعملت الخصم عادي والقيمه الحاليه عادي الاثنين طرح بعض وبعدين سويت القديم بالجديد وقسمت السالب على الموجود طلعت قيمه مين؟ س. هو انا عندي س واحده ولا عندي 35 س؟ وعندي 36 س؟ وعندي 63 س؟ وضرب الارقام في بعض. ايه اسئله البابل شيت؟ انا بقول الفكره اللي عندي. ايه اسئله البابل شيت؟ اول سؤال هو بقى اللي خلانا مضطر اقول بالطريقه دي قال كلمه في الشرح المضاد خلاني غصب عني اقول الطريقه دي وما فيش طريقه سهله. ايه هي الكلمه اللي قالها؟ قال ممكن اسالك على مجموع النمر القديمه بكام؟ يبقى اصبح كده لازم نشتغل بايه؟ بالنمر. مضطر ليه؟ غصب عني هجيبها اجيبها منين؟ طب ما اجيبهاش خلاص بس الراجل قال حاجه لازم اكون مامن نفسي. خلاص اتفقنا؟ ادي مجموع النمر القديمه. طيب هيسالك يقول لك ايه؟ القيمه الحاليه للديون القديمه بكام؟ بالرقم ده. ممكن يسالك يقول لك ايه؟ القيمه الحاليه للديون القديمه بعد خصم الجزء النقدي. فاروح انا قايل له كام يا جماعه؟ 11. فاهمين ازاي؟ طيب بعد دول بعد دول ممكن يسالك في دي وممكن لا. لما الديون القديمه ممكن اه ممكن لا، لكن لازم يسالك على ايه؟ ها؟ الاولى والثانيه والثالثه.
طيب عشان ما نكونش سيبنا التمرين اللي قبله، بعد اذنكم نرجع كده لتمرين 10. نعم.